الأصل أن المسلم عندما يقوم يجعل الرجلين على استقامة واحدة مع البدن، يعني لا يفتح رجليه ولا يضمهما. أصل هم شدك وقتك مسلمان نمازة وشتي وتي بادغا هما أندازة مطابقة إيربكا نسق كراهج إيربكا نسق جبت إيربكا ما كي هما جسم مطابقة أندازة كنا وراء هما وراء وشتي. النظر دائما إلى موضع السجود. وبشاري تهرودا يشارك جاه تي بي هما جاب سجدة كه هما جاب بشاري. نعم يصلي الأفضل إلى سترة سنة. سنة هم شدك وقت النماز واني أهديما سترة إيربكا. يكبر تكبيرة الإحرام. اليدين مضمومة الأصابع وباطن الكفين للقبلة حذو الأذنين أو المنكبين. وقتك داخل برو ورا دستان جست كان وتي دستان يو بانجيا جوبت كان هورش كان أو دستان يدل غو قبلة بيتين يا وتي كوبا كي برابرة يا غوشاني برابرة دستان جست بكتين. يقول الله أكبر. وغشيت الله أكبر. ثم يضع على صدره اليمنى على اليسرى. وبداوتي دستا راستينا تشبي دسترا إيركن تسينا سرا دستا بندي. أو يقبض قبض هكذا. ويا دوين دستا همي ورا شيكا بستك همي ورا بنديتة. ثم يستحب له أن يقرأ دعاء الاستفتاح. وبدا أي واسطة سنة همشينت كي استفتاح دعاء أبواني سبحانك اللهم. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أو غير هذا من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا حميد دعاءك شيخة وانت حميد دعاءي واني سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك يا إيديك دعاءك ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم شام واني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيش يا باد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واني. بسم الله الرحمن الرحيم. فذا بسم الله الرحمن الرحيم واني. ثم يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. ثم يقول آمين. فدا سورة فاتحة وانيت وفدا رندا وشتي آمين. ثم يستحب له أن يقرأ آية أو سورة فأكثر. فدا أي واسطة سنة همشي يا يك آية تبواني يا سورة تبواني يا سورة تجيشتها بواني فاتحة بعد. ثم يكبر الله أكبر. وفدا تكبير وشي الله أكبر دستا جستكا. ثم يركع. وفدا روتين ركوع. يجعل المرفقين ممدودة. وفدا وتي هم دستا شروش كا سيدا كنتي. يقبض على ركبتين. وتي كوندان جيب داري تكون. يجعل الرأس على استقامة واحدة مع الظهر. وفدا وتي سرا بوم وتي پشت بوما برابر سيدا يركا. وجوبا يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوبا. او يكبر سبحان ربي العظيم بشك واجب انت. ثم يستحب له ان يزيد سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمد سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بما ورد. وبدا عادي سبحان ربي العظيم بشك سنتي يا حميد دعاء شيخا وانت يدرست دعاء يا هر چیز کی ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اهل وانا ہم سنتیں الان بين الركوع وبين مجرد يبدا يرفع يده سمع الله لمن حمده ہم چکو چ درمیان ہم چست بھی قیام واسطہ ہم چکو سمع الله لمن حمده اذا استقام هنا يقول ربنا ولك الحمد وقت کی اوستاد پہ برابر اسی ربنا ولك الحمد يستحب له ان يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لربي الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وبدا سنة همشي هميشي دعاء كشي كوان إيه دعاء هم بدا أوشتغ على التكام وانتكم ثم الله أكبر يسجد وبدا بشي الله أكبر دي سجد يا روتين السجود لابد أن يكون باطن أصابع الرجلين على الأرض وسجود واسطة ضروري همشي كي همي باداني تشي زمين سرا إدبان لنكوك لا يرفع او تشستش نكنت او لا يضع هكذا او لا كان بوستا ديو انغر نكنت او يضع احد رجلا على الاخرى او يبكي بعد دون بعد صراحه نكا نعم يقول سبحان ربي الاعلى وبدا بشي سبحان ربي الاعلى لابد ايضا ان يجعل المرفقين اليدين جهه القبله ويضع الانف والجبهه على الارض وضروري هم همشيت كي دستاني سرانكو قبله بك او تي بيشانيا او كونزا زمين سرابكا لا يضع المرفقين على الأرض. وسروش كان زمين سرة إير نكانت. يرفع. تشست شكملكين. ولا ينضم هكذا. ونكو وترى تموت شكانت مي ولا. نعم. ثم يقول الله أكبر. وبدا وشي الله أكبر بعدك. ويجلس على هذه الجلسة. وبدا همي ولا كشيف نشته همي طريقة نندي. هذه الجلسة في كل الجلسات. وإي ولا نندق هر نندق توكا نماز إذا همي ولا بعدي من نندي. إلا في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية توضأ هكذا. إلا كما آخر تحياتك وقتك نندتي ما
سه ركعتي نمازي بي يا چار ركعتي آهية قد حميد ورنندي عندما يسلم يسلم برأس فقط السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وقتك سلامة شكريني يكوتي سرق سرق سلامة بشكريني بوشي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة يعني الله. لا يحرك رأسه هكذا أو يديه أو بالمن هكذا وقتي سرقة شنا سريني ورا بري إني مجا سريني بري إيه ورا سريني سرقة بلكي هما ورا بسريني سلام شكرنك تريفة إذا انتهى من الصلاة الصلوات المفروضة يستغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله وياتي بالاذكار الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقتك سلام تكرر فرض نمازاني غدا اسير اندا وشي استغفر الله استغفر الله استغفر الله وبدا هر اما ذكر دعائي كي چي سنت ثابت هي اما هم بدا بواني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قط انه دعا بعد الصلاه وتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هيشبر اي چي ثابت نه كي اهي نمازا بعد دعاء لوتتا الدعاء يكون في السجود او في التشهد قبل التسليم والدعاء هستي او سجده توكا هستي يا تحيات توكا تشهده اما اخره تسلام شكرينك بيش والله اعلم